جامعية هنري جاكسون تصدر تقريراً بعنوان قطر والأزمة الخليجية، تتهم قطر بأنها بوابة لدعم الجماعات المتطرفة. اللجوء السياسي غطاء لاستضافة المعارضين في قطر، وسيط مشبوه يدفع الفدية للإرهابيين. كما وصف الجزيرة بالأداة غير المهنية، وضع التقرير عدة أدوات لبريطانيا من أجل مواجهة إرهاب قطر، تتمثل في القبض على المدرجين في قوائم الإرهاب، الحد من خطاب الكراهية والتحريض، تطهير مؤسسات الدوحة من المتطرفين. قطر بالعكس هي تقع في أسفل القائمة بالنسبة للدول المتورطة في مثل هذا الجرم.